توك كارمان غيرت الكثير من الأفكار والانطباعات الذهنية المسبقة عن المرأة المسلمة والمرأة العربية والمرأة اليمنية. عرفها العالم أجمع عندما أصبحت أول سيدة عربية تحصل على جائزة نوبل، وأصغر من حصل على تلك الجائزة منذ إنشائها. جاءت الجائزة لتعطي دفعة تشجيع لمسيرة توكل التي بدأت منذ سنوات، والتي تعزم توكل على المضي بها بكل طاقتها. خلال زيارتها لإسطنبول، التقى برنامج الألوان السبعة السيدة توكل كارمان، التي حدثتنا بداية عن الصعوبات التي كانت تواجه المرأة اليمنية الناشطة في مجتمع محافظ. عموما المرأة بشكل عام هي تواجه صعوبات، يعني سواء كانت في مجتمع محافظ أو مجتمع ليبرالي، لأنه لا يتم حتى الآن لم تأخذ المرأة حقوقها بشكل عام في جميع أنحاء العالم. لكن في اليمن في هناك صعوبات حقيقية، مجتمع محافظ ومجتمع كان ينظر للمرأة نظرة دونية بأنها يجب أن تتقلد بعض الأدوار التقليدية في حال مشاركتها في الشأن العام، وحتى هذه الأدوار التقليدية يجب أن تكون في محيط من النساء. إلا أن من إنجازات الثورة اليمنية أن غيرت من وضع المرأة في المجتمع اليمني. لكن جاءت هذه الثورة لتسقط هذا الكلام، ولأن يعني تجعل المرأة ليست مجرد ضحية وليست مجرد صاحبة أدوار تقليدية، بل هي قائدة بامتياز، قائدة في الميدان، مضحية وتدفع حياتها ثمن للمبادئ التي يعني تناضل من أجلها، بل وأنها كذلك تساهم في صنع الاستراتيجيات الخاصة في الثورة وكذلك الخاصة في الدولة التي تريد. فانكسرت تلك النظرة التقليدية للمرأة، حصلت المرأة اليمنية والعربية كذلك على ثقتها بنفسها وقدرتها على التغيير، قدرتها على أن تكون في عمق العملية السياسية وأصعبها وهي الثورات، واستطاعت أن تسقط أنظمة وهي الآن تستعد لبناء الدولة التي يعني تريدها. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن، ترى توكل أنه قد تحققت الخطوة الأولى في طريق طويل. نحن راضين عن الهدف الأول بأنه ذهب علي صالح كرئيس، وهو الآن مغادر يعني اسمه كرئيس للدولة، وهو أصبح هو رئيس مخلوع، لكننا لسنا راضين عن بقية الأشياء، ولأجل ذلك نحن الآن مستمرين في الثورة حتى ننجز الدولة المدنية الحديثة، مستمرين في توحيد الجيش والأمن وإقالة جميع أفراد عائلته من سلطة الجيش والأمن، وكذلك بناء دستور جديد يضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان وجميع المبادئ التي والتداول السلمي للسلطة وفصل بين السلطات وغير ذلك من المبادئ التي ناضلنا من أجلها. المسيرة لا تزال طويلة إذن، ولكن التوكل تتسلح فيها بالتفاؤل. متفائلة جدا بمستقبل اليمن، مستقبل المنطقة العربية ومستقبل العالم، طالما الشباب موجودين، طالما النساء موجودات، طالما المستبدين غير موجودين، فالمستقبل جميل يعني. عمل كبير ينتظر الجميع، ولكن التفاؤل والأمل والإرادة سيكون الوقود الذي سيمكن الشعوب الثائرة من إكمال مسيرتها نحو الغد المرتقب. لبرنامج الألوان السبعة، خديجة الزغيمي، إسطنبول.